مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعر. أهرب وخلفي النوايا والضباب، ويلها فسرارها تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب ونار، تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. جرح الدفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر.
ما اعتقد ان في حدا عايش حياته بمتعه مثلش. طمني، وش صار معك؟ ما عليه، حاول مع بنك ثاني. اكيد بيردوا علي نفس الرد، نبغى ضمانات. على وين؟ رايحة للعذاب اللي اسمه دوام. بس هذه هي حياتنا؟ يا في الدوام يا قدام لوحاتك يا طالعة برا؟ وانا اولادنا ما جزء من حياتك؟ طلال لو سمحت، ما في داعي نعيد نفس الموضوع. لا في داعي ونص بعد. من يقبل ان زوجته تطلع من البيت في الليل وتصير الدوام؟ انا تذللت ساعة زميلتي علشان تاخذ مكاني لين الليل، مخصوص علشانك، علشان أكون معك يوم ترجع، وأفرح معك لو كان الرد إيجابي، وأواسيك لو كان العكس. هذه ذاتي. يا سلام على التضحية الكبيرة. أنت نسيت أني زوجك وحالي حقوق عليك؟ ما ظني قصرت معك بشيء أيام إجازاتي. يعني أنا زوج أيام الإجازة وبس؟ طبعاً الله يخليك. أنا عارفة أنه أعصابك تعبانة من اللي صار اليوم، بس لو تطلع حرتك فيه، أنا مالي ذنب في اللي صار، وصدقني لو بيديني ما تأخرت عليك لحظة واحدة. حبيت أشكرش. حاولت تكوني طبيعية قدام سيف. يا بنت الحلال ترش دوختيني. أي شي يمين تصير يسار، أي شي يسار تصير يمين. حياتي رسيني على بر وقولي لي متى بشوفك؟ ها؟ المجمع؟ لا 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 لا، ما ينفع ما ينفع. من يوم السالفة اللي استوت وأنا ما طبيته ولا ناوي أطبه مرة. حلو، أنت سألي أبوش وأنا برجع أتصل فيش بعد نص ساعة. لا 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 تتصل، أخاف أبوي يسمع صوت التلفون. أنا لما بسوي لك رنة أنت تتصل. بس ما عندي رصيد عشان اسوي لك رنة. شكرا هيثم، لما برن لك انت اتصل. مع السلامة. ها بتقابلي كيف وهذه البومة موجودة؟ بقول له ابوي ما وافق، اهم شيء يرسل رصيد. جيفر وش السالفة؟ أبى أسمع الجواب. الجواب صعب. حوش تزوجتني؟ لأني أحبش، ولأنها مصلحة أبوي ومصلحة العائلة. حوش ساكت. أبعرف الجواب.
صعب، الجواب صعب. أعيش معش بشخصيتين، اللي يحبش واللي يخدعش. أي شخصية تبي؟ علامك. أنا تعبان، أبصير أرتاح. عسى ما يوحشك غالي، تطمن يا هوى بالي. ايوه ها بشري، وافق؟ انزين والحل؟ انا لازم اشوفش، ما اقدر اتحمل اكثر. طيب وش رايش؟ قولي لي وين ساكنه وبي اشوفش عند البيت. ها؟ اخوانش؟ كم؟ خمسه؟ لا لا لا، هالفكره ما زينه ما زينه. بس وش الحل؟ حوش يقف، حوش، وش اللي أنا سويته عشان تزعل منك كذي؟ أنا وش ذنبي؟ أنت مالش ذنب ولا أنا لي ذنب. مثل ما أنت تتعذبي أنا أتعذب، بس أنا عذابي أكبر. ما أقدر أتخلى عن أبوي وما أقدر أتخلى عنش. يا بني آدم يفهم، ولد من سما من مصلحتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ولدي، بارك الله فيك. تقهوى؟ نتقهوى. اعتبر طبع؟ احسنتي. عمك شغلنا بعرس اختك وولده، ومن تالي شغلنا عن سالفتنا معه. ويش رايك نكلمه اليوم؟ وجود سما يخلينا اقوى في طلب حقنا. اخاف ان زوجها حولده عشان يفر لها عقلها. نتريى سما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
يا مرحبا. يا شامتي تقهوي معنا. هاي يا سعد، متى بتجيب لنا ولدك؟ ان شاء الله ورا باكر بشيلهم البيت. هاتهم هني وكلنا بنخدمهم بعيوننا. وبيتي اقفله؟ قلنا لكم اقروا واستفيدوا بفلوسه، وهذا البيت تركض فيه الخيل من كبره ووسعه، ولا ايش رايك يا شريفه؟ ها قلامش وين صرتي؟ فؤادي من الصبح ياكلني على سمن. هيثم هيثم خير؟ اول شيء قول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسرعة وراي شغل. اول شيء اشرب بارد. لا حول ولا قوة. تفضل. انا ولد ذياب وما حد يتفضل على ولد ذياب. تفضل. ما قلت لي وش الموضوع؟ انا بصراحه انا بسرعه وراي شغل. اسف اذا عطلتك، كنت حابب اكلمك في موضوع بس الظاهر انك مشغول. الحمد لله والشكر حبيبي، خلي الباقي عشانك. أرد سعر. ومن يبي يشتريها؟ فهد. أنا لا حويش تضحك؟ وأنا أقول وش السالفة اللي يباني فيها؟ واشرب عصير وحركات. الله العظيم. لكن بقول لك، هل كحيان من وين بيجيب قيمة السيارة؟ ولا حسب السيارة كرتون طماط يباني أصبر إياه؟ خاصه على راحتكم، بس لو غيركم ما شبرت ولا شبر من هالمكان على جمال الطبيعه والجو الحلو اللي فيه. توصلوا بالسلامه ان شاء الله. مع السلامه. زين خبروني كيف صارت الحادثه؟
انت من صدقك يوم طلبت مني اسال هيثم عن سيارته؟ فكره مينونه ولا تدري؟ فكره غبيه. تخيل بياع في دكان راتب 120 ريال ويبي يشتري سياره ب 5000 ريال. اكيد انها فكره غبيه. ما تخاف اني اسرق دكانك؟ فهد اكبر من كذي. انا وعدتك اني اساعدك وبعدني عند وعدي لك. في دكانك؟ ما بسوي شيء. لعل ما يحدث لي الآن سيجعلني أشفى سريعا من سحره، إذ لم أره إلا مرضا. بدأت آثاره الجانبية تؤلم قلبي وتباغت أوصالي في الوجه. بسبب مرضي أن يفترس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أشوفك فرحان. إن شاء الله دوم يا ربي. مكتب والدي شقيفر للمحاماة أصبح جاهز، ما ناقصنا غير الشهادة اللي لازم يعلقها في مكتبه. حويش مستحيل، كمين يوم وبرد جيفر إن شاء الله. لا لا لا، لازم لما يرد يحصل كل شيء جاهز. عليكم أروح أدورها بحجرته. أشوف حبيبتي، يلا كملي. ولكنه قطع إحدى أذني. يلا الباقي حالك. عفوا. الحمد لله. ايه
من وافقت تقابليه؟ بعد ما جننته خلاص دخلنا في المرحلة الأخيرة. بعد ما عرفت عنه كل شيء وهو عرف عني اللي حبيت يعرفه. والحين؟ تعالي معي. وين؟ انت بس قومي. كم المبلغ؟ 1200 ريال. كان مفروض أدفع منهم فاتورة الكهرباء وحسابات الموردين. ومن هذا الريد اللي سرقهم؟ وايش هو اللي سرق؟ كان فهد. أكيد اللي سواها واحد سافر. وش دراك من سافر؟ أنت؟ هاي سأشتغل في الدكان سنة كاملة عشان أسدد اللي انسرق. والحين الخياط يقول يا تجين باكر تاخذ العباية يا ببيعها. ويرضيك استاذة يبيع عبادي؟ أكيد ما بيرضيها، ترى إلا التصريح الصغير بتعطيك إياها الأستاذة وتروحين باكر وتجيبين عبادتك. صحيح أستاذة؟ بس خلاص سيرن صدعتني. الحين بالليل؟ تسيرن الغرفة وتذاكرن. والعباية؟ غسلي عبادتش وكويها بتطلع كنها جديدة. يلا. صحيح يوم أقوله أن فلوس الحرام تم بسائح حتى ما باقي غير كمية ريال بس. من وين لك هالفلوس؟ ها؟ من هسوسة تبيني كل هالفلوس؟ عاد غاية الحسد؟ وحوش كل ما صارت عندك فلوس تضمهن هني؟ حوش ما تصرفن على بيتك وولادك؟ لا والله أصرفن على بيتي حلو وبعدين أنا أمشي أطلب. أصلا أنا أضول فلوس في حصالة خاصة حال يوم الأسود. هلكتينا نريد ننام. انا مكاني مع البنات اللي جايات درسن ما انتن بصير اذاكر معهن. الحمد لله السكن في بنات احسن منكن.
الله يهديكن. الله يهديكن. وما عرفت من اللي سواها؟ لا، فهد كان يائس. الله، انت تشك في فهد؟ لا لا لا، استغفر الله، فهد امين. عادي يستوي. فعلا كل شيء يستوي. يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله. السلام عليكم. ما سمع خالي. وعليكم السلام ورحمة الله يا بنتي. خالي، كم انسرق من الدكان؟ ما يهمك، تراك عزوتي وغالي علي. لا تخبر فهد، أعرفه حساس وما يرضاها حعمره. يلا قول لي كم المبلغ؟
اتصلت بالجامعة اللي كنت أدرس فيها. عقب ما دورت على شهادة الماجستير وما لقيتها. اسمح لي يا ولدي، لأني ما وقفت معك، لأني ما كنت أعرف، بس تقدر تبدأ حياتك بهذه الشهادة. الشهادة هذه كفاية، وإذا حبيت أنك تكمل دراستك أنا تحت أمرك. تعرف حد يبي يشتغل بياع بدكان؟ الشباب صاروا ينحرقوا وهم يبيعوا الدكاكين الصغار، يفضل انهم يشتغلوا بالمحلات الكبيره لانهم يعطوا رواتب احسن، وبدل ما يكونوا بياعين وبس يصيروا محاسبين، ممكن يترقوا ويصيروا مصرفين. حوش، انت عندك دكان؟ عندي، بس البياع اللي يشتغل في الدكان ودر الدكان وراح. زين حوله على السوبر ماركت، وانا اعرف شباب وايدين يدوروا على شغل، ممكن اخليهم يتسوقوا. زين. ما شفت خلود؟ لا ما شفت. راحت. أعتقد المكان مناسب للمكتبة، خاصة أنه قريب من المدارس والطلب على القرطاسيات كثير. يا أخوي أنا أريد أفتح مكتبة فيها كتب علمية ثقافية وسياسية. ترى كل المكتبات تبيع كتب ودفاتر ومحايات وبرايات، لا بعد ودباديب. دباديب؟ لعلمك أغلبية المكتبات تبيع الدباديب أكثر من الكتب. دباديب؟ ما قلت لي تبى المحل ولا بتشوف غيره؟